لنقاش الملف السوري. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المتخصص في الشأن التركي معين نعيم. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم سيدتي. وفقا للرئيس التركي أردوغان، فإن جون بولتون ارتكب خطأ جسيما في تصريحاته بشأن سوريا. إلى أي مدى تظن أن هذه التصريحات يمكن أن تؤدي إلى أزمة جديدة بين أنقرة وواشنطن؟ أنا أعتقد منذ بداية سيطرة الميليشيات القسد على مناطق حدودية على تركيا، والعلاقات التركية الأمريكية تتذبذب بين الهدوء الموصوف بالحذر وبين الحالة المأزومة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية في كل مرة تتراجع أمام مطالب وضغط تركيا، لكنها في لحظة من اللحظات يبدو أن اللوبي المعادي لتركيا في المؤسسة الأمريكية يعود ويبغى ويسيطر على القرار الأمريكي. وهذا ما نراه اليوم في الحدث، موضوع الانسحاب الأمريكي من القوات الأمريكية من شمال سوريا. واضح أيضا مرة أخرى أن قرار ترامب، الرجل الذي يحسب الأمور بحسابات مادية وحسابات تجارية بحتة، لم يكن كافيا لتنفيذ هذا القرار. القدرات لم تكن كافية لتنفيذ هذا القرار، فكان اللوبي الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ضغطا. ورأينا جون بولتون وغيره تصريحات واضحة أنها تصريحات توترية ولإعادة الخلاف التركي الأمريكي وللضغط على تركيا ولعدم اعطاء تركيا فرصه لتسجل هدف او على الاقل نصرا ولو مؤقتا في موضوع الازمه على الحدود التركيه السوريه. نعم. لكن انا اعتقد ان الطرفين ما زالا يعلمان حاجتهما لبعضهما البعض، وان القضيه ليست فقط هي قضيه شمال سوريا، هناك كثير من الملفات المعقده بين تركيا والولايات المتحده الامريكيه ما زالت تكون كل ملف فيها قد يكون فرصة لعودة الأزمة. ربما لو نركز تحديدا على شمال سوريا، وبعد حديث الرئيس التركي أردوغان عن اتفاقه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا، هل تتوقع أن هذا الاتفاق سيسمح لتركيا ببدء عمليتها العسكرية في شرق الفرات تحديدا؟ واضح أن هذا التحدي الأهم. الأطراف الأمريكية كما قلت التي لا ترغب بتنفيذ الانسحاب وبشكل سريع للقوات الأمريكية تخشى أن تسيطر تركيا وتفقد هذه الأطراف، وأعتقد أن الدولة العميقة في أمريكا جزء من هذا الموضوع وهي على رأس هذا الموضوع، تخشى أن تسيطر تركيا وتفقد هذه الأطراف أداة مهمة للضغط على تركيا في الملفات الأخرى. فأحد أهم أخطر الملفات التي تواجه تركيا اليوم هي أمنها الاستراتيجي الذي يهدده وجود هذه الكتلة أو هذه القوة الأمنية العسكرية المدربة والمسلحة أمريكيا، وتهدد أمنها واستقرارها وحدودها. لذلك تخلص تركيا وبهذه السرعة وبهذه السهولة من هذا التهديد يبدو أنه أزعج بعض الأطراف، وجون بولتون يبدو أنه يتكلم بنفس هذا التيار أو هذه الكتلة السياسية. لذلك أنا أعتقد أن موضوع الانسحاب ما زال مرهون بكثير من الملفات، ولكن الولايات المتحده الامريكيه او على الاقل التيار المسيطر على القرار في الولايات المتحده الامريكيه يحاول ان يطيل امد هذه الازمه قدر المستطاع، لكن في نفس الوقت اعتقد انهم لا سيسعون الا يصلوا الى حاله المواجهه الفعليه مع تركيا. وعمليه تركيا قد تكون على الاقل في الايام القليله القادمه غير وارده، لانها لا تريد ان تدخل في مواجهه عسكرية ومواجهة فعلية مع القوات الأمريكية، بحجة أنها في أثناء انسحابها قد تكون مهددة أو تعتبر ذلك تهديد لأمن قواتها التي ترتب عملية الانسحاب اليوم. في ظل الاتفاق القائم بين الرئيسين التركي والأمريكي، كيف بإمكاننا تفسير تصريحات بولتون، ومن المقصود بالضبط في تصريحاته بحلفاء واشنطن ودعمهم؟ هو يقصد، أولا أتي من نهاية السؤال، هو يقوله بشكل علني وقال في بعض التصريحات الأخرى أن حلفائه هو القوات، هو يسميها القوات الكردية ولكن هي حقا الميليشيات المسلحة التي تهدد أمن المنطقة وحتى وحدة سوريا، وهي ميليشيات قسد. أما تهديداته، هو يقصد، أنا أعتقد أنه يريد مرة أخرى أن يطمئن هذه الميليشيات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كما استخدمتها قوى دولية أخرى قبل ذلك، أنها لن تتخلى عنها بعد أن صرحت كثير من الأطراف حتى بعض الأطراف الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية بقرار الانسحاب هذا تركت حلفائها أو على الأقل
رجالها في مكشوفي الظهر. والبعد الثاني هو يريد أن يوصل رسالة لتركيا ألا تستريح كثيرا ولا تعتبر هذا الأمر قد انتهى، بل الموضوع ما زال على طاولة البحث، وأن قرار ترامب وحديثه لم يكن كافيا. هو يقول للعالم أجمع أن ترامب وكلام ترامب لا يكون في أي لحظة من اللحظات كافيا لأن ينفذ أو يقرر مستقبل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وعلى الأقل في سوريا. هو مع الأسف رسالة سلبية، في نفس الوقت رسالة تظهر الخلل في التوافق الداخلي الأمريكي. فالرئيس يتكلم من في ناحية، وممثلي وقيادات المنظومة السياسية في أمريكا يتكلمون في اتجاه آخر، خاصة المنظومة الأمنية كما نرى واضح أنها تخالف ترامب في كثير من الملفات، وهذا الملف أحدها فقط. من الموقف الأمريكي للموقف التركي، كان قد دعا رئيس حزب الحركة القومية التركي دولة بهتشلي، دعا الرئيس أردوغان إلى تحرك دون النظر إلى أمريكا. كيف تقيم هذا الدعم الداخلي بما فيها المعارضة للرئيس التركي تحديدا في هذا الملف بسوريا؟ يعني حجم التهديد الاستراتيجي لأمن تركيا لا يعطي لأي طرف من أطراف لا معارضة ولا حكومة الفرصة في نقاش ضرورة وحاجة تركيا لهذا الأمر. لذلك أولا كما تعلمون الحركة القومية هي وإن كانت في المعارضة لكنها في المعارضة المقربة من حكومة من الحزب الحاكم، وعلى الأقل نقول المعارضة المخففة، بينما المعارضة الرئيسية وحزب المعارضة حزب الشعب الجمهوري أيضا كان يتكلم عن هذا الأمر، لكن في نفس الوقت وضع محاذير ألا نخسر علاقتنا بحلفائنا ويقصدون فيها الأمريكان. لكن الشارع التركي اليوم في هذه القضية بالتحديد بعد النجاح الذي حققه الجيش التركي في العمليات في ضلع الفرات وغصن الزيتون أصبح متشجع أكثر ومؤيد أكثر لعمليات تؤمن الحدود والأمن القومي التركي، وفي نفس الوقت تخفف من الضغط القادم من الأراضي السورية نحو الحدود والأراضي التركية. فالتأييد الشعبي سيدفع كل أطراف المعارضة والمؤيدة للحكومة لإعلان تأييدها لمثل هذه العمليات على الأقل رغبة في تأييد الشارع. أما الحركة القومية بشكل خاص فهي من البداية هي حركة تطالب كحزب قومي له نظرة خاصة لهذا الملف، يطالبون من اللحظة الأولى بدخول قوات التركية والسيطرة على كل المناطق الحدودية لتأمين الحدود التركية والقضاء على هذه الميليشيات. نعم، كيف يبدو الموقف الروسي من عملية شرق الفرات؟ واضح أن الروس يتوافقون على الأتراك وعلى الأقل في تصريحاتهم يوافقون على العملية، بل وما صدر من تهديدات أو تحذيرات منهم حتى النظام من عدم الاقتراب من المناطق التي تستفرغها ميليشيات قسد، واضح أنه يريدون أن يفتحوا الطريق للأتراك للدخول، وليس لديهم أي تخوف لتجربتهم السابقة في المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية أنها لم تشكل أي تهديد للقوات الروسية ولا حتى لوحدة الأراضي السورية. من البعد الآخر أنا أعتقد أن روسيا تريد أن تكسب أنقرة وتعيد وتزيد من قوة العلاقة معها، خاصة في ظل التقارب الأمريكي التركي في ملفات أخرى مثل ملف الصواريخ المضادة للطائرات أو الأرض جو. كانت كما تعلمون كانت تحاول تركيا أن تشتري وما زالت هناك مفاوضات، وصلت إلى مرحلة نهائية في صواريخ الS-400، لكن في آخر لحظة تطور الأمر ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عن إرسال صواريخ باتريوت لتركيا. كل هذه هناك قضايا أخرى أيضا تسعى تركيا في كل لحظة أن تكون هي بيضة القبان فيها، ومن هذا المنطلق أعتقد أن روسيا ستبقي على حبل الود مع أنقرة كي تكسب مواقف أنقرة في الملفات الأخرى وإلا تعادي أنقرة، لأنه واضح أن المنطقة من يريد أن يستقر فيها أو على الأقل من يريد أن يكون له تأثير في سياسة المنطقة يجب أن يكون متوافق أو على الأقل لديه علاقة جيدة مع تركيا. شكرا جزيلا لك المتخصص في الشأن التركي معين نعيم، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.